الجامعة تفتخر حقيقة أنها تحمل اسم البحرين، هي جامعة البحرين الطبية. لا. جامعة مستقلة مرخصة من قبل مجلس التعليم العالي. هذه الجامعة بدأت في سنة 2004، تأسست وهي بناء على دعوة كريمة من حكومة مملكة البحرين. لما تتمتع فيه الجامعة من سمعة طيبة في المجال الصحي، وأيضا للعلاقات الطيبة التي كانت قائمة وما زالت ما بين البحرين، مملكة البحرين وإيرلندا. في ثلاث كليات رئيسية في الجامعة، طبعا أهم شيء هي كلية الطب، وأيضا كلية التمريض والقبالة، وبعدها كلية الدراسات العليا. المقابلة الشخصية هي ليست أن يعني يسأل معلومات عن الطب أو عن التمريض، عن لكن هي يعني في دورها تستعرض مع الطالب طريقة تفكيره، سبب رغبته في الالتحاق بالطب، مدى إدراكه ومفهومه لهذه المهنة اللي هو بده يختلط فيها. أيضا تعتمد على قدرته في التفكير لبعض الحالات التي تعطى له في المقابلة، كيف أنه يعني يفكر فيها، كيف يعالجها. وهذه بالنسبة لنا مهمة جدا، لأنه الطب يعني يجب أن يكون ليس فقط أنه أنا معدلي عالي لازم أروح أدرس طب، لا، يجب أن تكون الرغبة موجودة والإدراك والوعي لهذه المهنة. هذه المهنة مهنة طويلة، تحتاج إلى جهد كبير، تحتاج إلى وقت كبير. السنة التحضيرية اللي هي السنة الأولى، هذه السنة التحضيرية هي في مواد علوم وبعض المواد الطبية، لكن لنا القدرة من خلال السنة التحضيرية أن يكون عندنا نوع من prediction، يعني أنه يكون عندنا نوع من هل الطالب هذا مناسب لهذه البرنامج أو غير مناسب. فإذا رسب الطالب في السنة التحضيرية لا نسمح له بالإعادة ويفصل الطالب، لأنه إحنا عندنا أيضا دراسات أن لا يوجد طالب رسب في هذه السنة واستطاع فيما بعد أنه يكمل دراسته. لذلك نحن لا بدنا يعني نضيع وقت الطالب وفلوس الطالب في أمور إحنا عارفين أنه لن يستطيع أن يحققها. نعم، الأبحاث مستمرة في مجال الكوفيد على عدة مستويات، وخاصة الآن بوجود مركز الأبحاث إن شاء الله اللي راح يتم افتتاحه رسميا تحت معالي الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة. يكون هذا مكان هذا المركز في مستشفى الملك حمد الجامعي. المركز تابع لي. نعم، هذا تابع لي الجامعة، ونقدر مرة أخرى في دعم مستشفى الملك حمد، خاصة يعني بما قدموا من جهود لكي هذا المشروع يعني يخرج بصيغته الحالية، ليست فقط على مستوى الجامعة لكن على مستوى وطني. فنحن نأمل إن شاء الله من خلال هذا المركز أن يتم فيه دراسات سريرية، سواء طبعا على الكوفيد هذا الجزء الأول، في إن شاء الله أبحاث على السكري لاكتشاف بعض الأدوية الجديدة في مجال السكري، أيضا في مجال الخلايا الجذعية. أيضا من الشراكات اللي نفتخر فيها شراكتنا مع مستشفى الإرسالية الأمريكي في مستشفياهم الجديد إن شاء الله، اللي متوقع أنه ينتهوا منه في نهاية هذه السنة بداية السنة القادمة. وهذا راح يكون يحمل يتشرف يعني هذا المستشفى أنه يحمل اسم صاحب الجلالة، فهو راح يكون مستشفى الملك حمد، مستشفى الإرسالي الأمريكي. دورنا راح يكون أنه طلبتنا راح يكون لهم دور في بعض التدريب السريري في هذا المستشفى، أيضا بعض
الأبحاث السريرية في هذا المستشفى، التعيين المشترك راح يكون أيضا بيناتنا، وأيضا هنالك برنامج لوضع الانترنشيب، برنامج للامتياز، وهو البرنامج الذي يعني يعمل الطلاب الطب بعد ما يتخرجوا. يعني طالب الطب أول ما يتخرج لازم يعمل امتياز، يسموه سنة امتياز اللي هي الانترنشيب. هذا الانترنشيب إن شاء الله راح يكون، يعني هي الآن تعمل في كل مستشفيات الحكومة هذه الانترنشيب، لكن إحنا إن شاء الله راح نضيف هذا المستشفى أيضا يكون أحد المستشفيات إضافية إذا إنه يقدروا يعملوا في هذا الانترنشيب. بالنسبة إلى نسبة التشغيل أو الامبلويابيليتي فهي عالية بالنسبة للبحرين، بالنسبة للجامعة. التمريض حقيقة بعتقد يمكن أكثر من 90% من خريجين الجامعة هم يعملون، والطب تقريبا بنفس النسبة. في بعض الطلبة سواء بالتمريض أو بالطب بيقرروا إنهم ما يعني يروحوا لسوق العمل، إنهم يمكن يعني يأخذوا بعض الوقت يعملوا أبحاث أو يعملوا بعض الدراسات الثانية، فهذا بيأخر شوية من التحاقهم بالعمل.